بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، الدرس 28. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، يعني على جباية الزكاة، فهذا فيه دليل على أن ولي الأمر يرسل العمال لجباية الزكاة ويختار الأمناء الثقات الذين يقومون بالأمانة، ولا يختار الذين لا يوثق بهم. فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مرة رجلا يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وخطب وقال: ما بال الرجل نوليه على شيء مما ولانا الله عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. أفلا جلس هذا في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه؟ أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإنكار على رؤوس الأشهاد، وقال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، ويعني العمال والموظفون والذين يتولون الأعمال لا يجوز لهم أن يأخذوا من الناس شيئا من باب الهدية أو من باب الرشوة أو من باب كله رشوة، سواء سميت هدية أو سميت رشوة أو سميت بغير ذلك من الأسماء. فالذي يولى عملاً من أعمال الدولة يجب أن يكون أميناً في ذلك. وها هو الرسول صلى الله عليه وسلم اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اختار أقوى الرجال وآمن وأكثر وأقوى الرجال وأكثر الرجال أمانة رضي الله عنه. فجاء عمر رضي الله عنه وقال: منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس بن عبد المطلب. هذا فيه أن العامل يبين ما حصل، يبين ما حصل ولا يسكت، بل يبين لولي الأمر ما حصل من الناس ولا يسكت عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا وبرأ من برأ
وذم من ذم من هؤلاء. وابن جميل هكذا ورد ولم يسمى ولم يثبت له اسم إلا هذه الكنية ابن جميل. قيل إنه كان من المنافقين، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إلا أنه روي أن هذا الرجل تاب إلى الله، ومن تاب إلى الله تاب الله عليه، لكن هو حينما حصل منه هذا كان غير معذور، ولهذا لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: ما نقم ابن جميل، أو ما ينقم ابن جميل، يعني ما ينكر، إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. فهذا فيه وجوب شكر النعمة وعدم إنكارها، وأن يؤدي الإنسان حق الله فيما أعطاه، يؤدي حق الله فيما أعطاه. ما ينقم ابن جميل يعني ما ينكر، إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وهذا من باب الذم بما يشبه المدح، أو كما قال الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. فهذا مدح بما يشبه الذم. ما ينقم ابن جميل إلا أن كان غنيا، إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. فالذي يمنع حق الله هذا يكون قد نقم نعمة الله وأنكرها، والعياذ بالله. وأما خالد، يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه، القائد البطل المشهور سيف الله كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول دافع عنه واعتذر عنه وقال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد احتبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن عذر خالد رضي الله عنه في أنه ليس عنده شيء يزكى، ليس عنده شيء يزكى، لأنه حبس، يعني وقف أعتاده، يعني سلاحه وأدراعه في سبيل الله، يعني للجهاد، أوقفها للجهاد، ألم يبقى عنده شيء يزكى. أو أن معناه أن خالدا رضي الله عنه صرف زكاته في هذه الأشياء، اشترى بها عتادا وسلاحا وأوقفه في سبيل الله، صرف الزكاة في سبيل الله. ولا شك أن إعداد السلاح والقوة في سبيل الله عز وجل، والله جعل من مصارف الزكاة في سبيل الله، وفي سبيل الله وابن السبيل. وقالوا: وهذا فيه دليل على أنه يجوز وقف المنقول، وقف الشيء المنقول كالسيف والسلاح والدابة والدروع، ليس الوقف خاصا بالأشياء الثابتة، بل يجوز وقف الأشياء المنقولة كالأدوات وأما العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر عنه في أنه قد أدى الزكاة معجلة، أخذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة معجلة، فهي علي وأمثالها، أي أنها عندي قد أخذتها وقبضتها منه. هذا قول. وقيل المراد
أن الرسول تحملها عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحملها عن عمه. أما أنه يعفي أحدا من الزكاة، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعفي أحدا من الزكاة أبدا. فخالد عذره أنه لم يبقى عنده شيء للزكاة، أو أنه أخرج الزكاة وجعلها في سبيل الله. والعباس إما لأنه عجلها أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحملها عنه. فبين صلى الله عليه وسلم عذر المعذورين وذم الذين لا عذر لهم، ذم الذين لا عذر لهم. وهذا من العدل والإنصاف منه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بين ما لعمه العباس من المكانة، لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أقرب قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فله فضل القرابة، فضل الصحبة، ولا يجوز الكلام فيه. ولهذا قال لعمر: يا عمر، ألم تعلم أن عم الرجل صن وأبيه؟ والصن معناه النخلتان تكونان في أصل واحد. قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يعني ثنتين في أصل واحد أو كل واحدة في أصل مستقل. ومع هذا تختلف في الأكل، في الطعم واللون والرائحة، مع أنها تشرب من ماء واحد وفي تربة واحدة، وقد يكون أصلهما واحد. هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، بعضها جيد وبعضها ردي وبعضها أحمر وبعضها أصفر، مع أن كل المنبت واحد والماء واحد. هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، ورد على أهل الطبيعة الذين يقولون أن الأشياء ترجع إلى الطبيعة. لا، الأشياء ترجع إلى قدرة الله جل وعلا وخلقه سبحانه، وإلا لما اختلفت هذه الأشياء مع أنها تشرب من ماء واحد وفي تربة واحدة، بل بعضها في أصل واحد. الحاصل أن هذا فيه بيان لفضل العباس رضي الله عنه، فيه احترام قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لهم مزية القرابة على غيرهم. نعم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطِ الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثره،
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث أنه لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، الفيء هو الغنيمة، الفيء هو الغنيمة، سمي فيئا من الرجوع لأن الأموال أصلها للمسلمين، وكونها بيد الكفار هذا على خلاف الأصل، الأصل أن الأموال للمسلمين، فإذا رجعت من الكفار إلى المسلمين فقد فاءت إلى أصلها. أفاء الله على رسوله يوم حنين، ويوم حنين، حنين هو الوادي، الوادي الذي يقع شرقي مكة عند التنعيم، عند التنعيم جرت فيه الوقعة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبيلة هوازن سنة 8 من الهجرة في شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة واستسلمت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قبيلة هوازن في الطائف وما حولها، خشوا أن يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشوا أن يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قريش، فجمعوا قوتهم ورجالهم وأموالهم ونساءهم وجاءوا يريدون غزو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فلما علم صلى الله عليه وسلم بذلك جهز الجيش وخرج إليهم في 12,000 من المقاتلين، ثم التقوا في وادي حنين، التقوا في وادي حنين، ثم دارت المعركة وحصل على المسلمين في أولها، حصل عليهم شيء من الشدة، لأن هوازن أمسكت الجبال والمرتفعات، انقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فولى بعض الصحابة هاربين ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفر معه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم رجعوا والتفوا حوله وتجمعوا حوله ودارت المعركة من جديد، ونصر الله المسلمين وأخذوا ما مع هوازن من الأموال العظيمة التي جاءوا بها من الإبل والغنم والنساء والذرية، وغنمهم المسلمون. وهذا ذكره الله في قوله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، يعني ونصركم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السهلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فبعض الصحابة لما خرجوا من مكة ورأى كثرة القوم، كثرة الجيش، قال: لن نغلب اليوم من قلة. فالله جل وعلا أراهم أن الكثرة لا تغني شيئا والعجب بالقوة لا يغني شيئا، وإنما يجب التوكل على الله سبحانه وتعالى لا على الكثرة. الله أراهم سبحانه وتعالى عقوبة هذه الكلمة وهذا الإعجاب، فلا يجوز للمسلمين أن يعجبوا بأنفسهم أو بقوتهم، بل لا بد أن يعتمدوا على الله ويتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأموال وزعها وخص المؤلفة
في المؤلفة قلوبهم، وهم الذين أسلموا حديثا ولم يتمكن الإسلام من قلوبهم، أو الذين لم يسلموا، حضروا المعركة ولم يسلموا، لأنه خرج من أهل مكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أناس وهم على الكفر لينظروا ماذا يكون. فالرسول أعطاهم ليتألفهم للدخول في الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم، منهم صفوان بن أمية أسلموا وحسن إسلامهم بسبب تأليف. والله جعل في الزكاة حظا للمؤلفة قلوبهم، من ضعيف الإيمان حتى يقوى إيمانه، ومن الكافر الذي يطمع في إيمانه، ومن الكافر الذي يخشى على المسلمين من شره فيعطى ما يدفع شره. فخص النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم وأعطاهم زادهم لأجل تأليفهم على الإسلام، ولم يعطي الأنصار شيئاً، مع أن الأنصار رضي الله عنهم هم الذين يلون المهاجرين في الفضيلة والنصرة، لم يعطهم شيئاً. لماذا؟ هل لأنه لا يحبهم؟ لا، لأنه يحبهم صلى الله عليه وسلم أشد المحبة، ولكن وكلهم إلى قوة إيمانهم، وكلهم إلى قوة إيمانهم بالله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، ألم يعطهم شيئا. فتكلم بعضهم من صغارهم، كم تعرفون الناس حتى ولو كانوا طيبين يحصل شيء من صغارهم ومن جهالهم، وأما عقلاؤهم فلم يتكلموا، لكن صغارهم وجهالهم تكلموا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فجمعهم وخطب فيهم وأقنعهم عليه الصلاة والسلام في أنه لم يعطهم لأنه وكلهم إلى قوة إيمانهم رضي الله عنهم. ثم ذكرهم بنعمة الله، فقد جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم في حرب وفي فقر وفي شدة، فالله ألف بين قلوبهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وأغناهم من الفقر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. هذه نزلت في الأنصار: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لأنهم كانوا ضلالا على الكفر هداهم الله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا أعداء يتقاتلون فيما بينهم، الأوس والخزرج أختان قبيلتان أختان، ودارت الحروب بينهم، وحروب بينهم وبين اليهود، فكانوا في حرب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أطفأ الله به الفتنة وتآلفوا وصاروا إخوانا، وكانوا فقراء، عالة يعني فقراء، فأغناهم الله بالرسول صلى الله عليه وسلم، صارت لهم مزارع وصارت لهم أموال وبيع وشراء بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرهم بهذه النعمة ليقنعهم، وكل ما قال شيء اعترفوا وقالوا: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، أمن علينا بذلك. هذا اعتراف منهم بنعمة الله. ثم إنه قال: لو شئتم لأجبتم وقلتم: ألم تأتنا طريداً فآويناك، لأنه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وحده هو وأبو بكر، فآووه ونصروه وجاهدوا معه، هذا فضل من الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالأنصار آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وأعزوه وجاهدوا معه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهو ذكرهم بفضله عليهم وذكرهم بفضلهم عليه، وهذا من الإنصاف والعدل، هذا من الإنصاف والعدل. ومع هذا يقولون الله ورسوله أمن، لم يقولوا نعم آويناك، بل يقولوا الله ورسوله أمن. المنة لله ولرسوله في هذا، هذا اعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم وهو معهم، وهو معهم عليه الصلاة والسلام. وأما هؤلاء فأعطاهم الرسول هذه الشياة وهذه الإبل ليتألفهم على الإيمان، والإيمان لا يعدله شيء من أمور الدنيا، الإيمان لا يعدله شيء، وصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعدلها شيء. فهو ذكرهم بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته لهم، وأنه معهم في قلبه ومحبته وميوله عليه الصلاة والسلام، هذا يغنيهم عن الدنيا وما فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقنعهم ورضوا بذلك، وذهب ما في نفوس بعضهم. فهذا الحديث يتعلق فيه من مسائل الزكاة المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، وأنهم يعطون من الزكاة ويعطون من الفيء وبيت المال ما يؤلف قلوبهم. هذا الذي يتعلق من الحديث بالباب. وفيه أن العطاء ليس دليلا على الفضل، وإنما الفضل في الإيمان، الفضل في الإيمان. الصحابة لم يعطوا لأنهم ثابت الإيمان، لا يؤثر عليهم عدم العطاء، والمؤلفة قلوبهم يؤثر عليهم عدم العطاء. فلو لم يعطهم لحصل منهم عليهم، لحصل عليهم هم ضرر في نقصان إيمانهم، وحصل على المسلمين أيضا من الكفار شر. فهذه حكمة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل الأنصار، وقوله صلى الله عليه وسلم: لو سلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت شعب الأنصار، يعني في المحبة، في المحبة والموالاة والقرب منهم. وقولها الأنصار شعار وغيرهم دثار. الشعار هو اللباس الذي يلي الجلد، والدثار هو الغطاء الذي فوق الشعار. هذا يدل على فضلهم وقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأنصار أفضل الصحابة بعد الرسول، بعد المهاجرين. المهاجرون أفضل الأنصار، أفضل من الأنصار المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم، أفضل من الأنصار. والأنصار أفضل من غيرهم، والفضائل تختلف، الفضائل تختلف. ثم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. الأثرة هي الاستئثار، الاستئثار بالمال وحرمان بعض الناس، وحرمان بعض الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنصار سيحرمون من المال في المستقبل، من بيت المال في المستقبل، يعني بعد الخلفاء الراشدين. فأمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر
على ذلك وألا يخرجوا على ولي الأمر. هذا فيه دليل على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر من أجل الدنيا، من أجل طمع الدنيا، لا يجوز هذا. حتى ولو أن ولي الأمر أساء في بيت المال لا يجوز الخروج عليه، بل يصبر، يصبر على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار بالصبر مع الأثرة، هذا واضح، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر وإن أساء التصرف في بيت المال، بل يصبر على ذلك، وهذه مسؤوليته، هذه مسؤوليته، هو المسؤول عنها. أما الخروج عليه فيسبب شراً كثيراً، سفكاً للدماء، تفريقاً للكلمة، تسلط للأعداء. الصبر على المضرة القليلة لدفع ما هو أعظم منها هذا مطلوب، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، هذا شيء معروف، قواعد في الشريعة. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فيه أولاً إعطاء المؤلفة قلوبهم، وأن هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانياً فيه أن من يقوى إيمانه فإنه يوكل إلى ذلك ولا يعطى شيئاً، لأن عدم عطائه لا يؤثر عليه، لأنه يرضى بما عند الله سبحانه وتعالى. فقوي الإيمان لا يعطى، وأما ضعيف الإيمان فيعطى خشية عليه من الردة ومن الانتكاس. أما المؤمن فهذا لا يخشى عليه، إن جاءه شيء أخذه، وإن لم يأته شيء فإنه يصبر، لأنه لا يريد الدنيا وإنما يريد الآخرة. المسألة الثالثة فيه فضل الأنصار رضي الله عنهم، فيه فضل الأنصار رضي الله عنهم. والمسألة الرابعة فيه منة الله جل وعلا ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله هدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وأمن به من الخوف. ولهذا يقول جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، الآية. والمسألة الخامسة فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو ما أخبر أنه سيحصل للأنصار وقد حصل من الأثرة. وفيه أنه لا يجوز الكلام في ولي الأمر أو الخروج عليه بسبب عدم العطاء من بيت المال، بل يصبر على ذلك، لأنه أمر الأنصار بالصبر عند الأثرة. المسألة السادسة فيه دليل على أن الأنصار سيردون الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم. باب صدقة الفطر. نعم، صدقة الفطر هذا من إضافة الشيء إلى سببه، فالفطر سبب لوجوب الصدقة. والمراد بالفطر الفطر من رمضان، الفطر من رمضان. لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في زكاة الأموال، ذكر الأحاديث الواردة في زكاة البدن، لأن صدقة الفطر زكاة للبدن، وسببها الفطر من رمضان. ولذلك تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، ولو لم يكن عنده مال، ما دام أنه يقدر على إخراج صدقة الفطر تجب عليه، ولو كان ما عنده مال غيرها، لأنها تابعة للبدن، تابعة للبدن.
والحكمة فيها إغناء الفقراء يوم العيد، لأن يوم العيد يوم تعطل فيه الأعمال وتغلق فيه المحلات، فلا يجد الفقير ما يقتات به، لا يجد عملا، لا يجد عملا يشتغل مثل سائر الأيام ويحصل على قوته. والمحلات قد أغلقت، ما حتى لو كان معه مال، لو كان معه دراهم ما يجد محلات يشتري منها الطعام، لأنهم يغلقون الدكاكين. فلذلك شرع الله الصدقة لإغناء الفقراء في هذا اليوم، ولأجل أن يفرح الفقراء مع الناس، أن يفرح الفقراء مع الناس، لأن هذا اليوم يوم أكل وشرب، فيعطون من أجل أن يأكلوا ويشربوا ويفرحوا مع الناس، وهي مواساة. صدقة الفطر مواساة للمحتاجين في هذا اليوم، فهي يعني صدقة الفطر في هذا اليوم في غاية المناسبة وفي غاية الحكمة. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. نعم، هذا الحديث أصل في وجوب صدقة الفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله، والفرض معناه الإيجاب، أي أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل مسلم، على الحر وعلى المملوك وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى الصغير وعلى الكبير، ففيه وجوب صدقة الفطر وأنها فرض وليست مستحبة، وفيه أيضا مقدارها، مقدار صدقة الفطر، وأنه صاع، بالصاع النبوي الذي هو أربعة أمداد، الصاع النبوي الذي هو أربعة أمداد، ومقداره بالكيلو اليوم يقارب 3 كيلو، فمن أخرج 3 كيلو فقد أخرج الصاع النبوي وزيادة احتياط. ثم بيّن الصنف الذي تخرج منه، بيّن الصنف الذي تخرج منه وهو التمر الطعام، وهو البر والشعير، ويأتي في بقية الأحاديث التمر والزبيب والأقط، وكذلك كل ما يقتات في البلد، كل ما يقتات في البلد من الرز والدخن والذرة وغير ذلك، لقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. فصدقة الفطر تخرج من قوت البلد، في كل بلد بحسبه. وأما إخراج نصف صاع بدل الصاع من الحنطة فهذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه في خلافة معاوية، رأى أن نصف الصاع من الحنطة يعادل الصاع من غيره، وهذا اجتهاد صحابي، ولكن خالفه غيره كما يأتي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وكما في هذا الحديث أنه فرضها صاعا، ولا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، فلا بد من إخراج الصاع من كل صنف. نعم. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا بيان لوقت إخراج صدقة الفطر. إخراج صدقة الفطر، وقت إخراج صدقة الفطر ينقسم إلى 3 أقسام: وقت جواز، ووقت فضيلة، ووقت قضاء.
أما وقت الجواز فيجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الصحابة كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا من باب الجواز. وأما وقت الفضيلة فهو قبل خروج الناس لصلاة العيد، هذا وقت الفضيلة. وأما وقت القضاء فهو بعد يوم العيد، إذا مضى يوم العيد ولم يخرجها وجب عليه أن يقضيها، لأنها دين في ذمته ولا يجوز أن يتركها أبدا. وأما وقت الوجوب، وقت وجوب صدقة الفطر، فهو بغروب الشمس ليلة العيد، إذا غربت الشمس ليلة العيد وجب إخراج صدقة الفطر. وإخراجها قبله بيوم أو يومين هذا من باب السعة والرخصة، تخرج قبل وجوبها لا بأس. نعم، توسع على الناس أيضا. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبين أن مقدار زكاة الفطر صاع، وأن معاوية رضي الله عنه رأى أنها من السمرة، يعني حنطة الشام. السمرة حنطة الشام وهي ممتازة من النوع الممتاز، فرأى رضي الله عنه أن نصف الصاع يعادل الصاع من غيره، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. خالفه أبو سعيد وقال: أما أنا فأخرجها كما كان يخرجها الرسول صلى الله عليه وسلم، صاعا من كذا أو صاعا من كذا. والحق لا شك أنه مع أبي سعيد رضي الله عنه. وأما اجتهاد معاوية فلا يقابل النص، لا اجتهاد مع النص، لا من معاوية ولا من غيره. وأما ذكر هذه الأصناف الخمسة، الطعام معناه البر والتمر، الطعام والشعير والتمر والزبيب وهو مجفف، التمر مجفف الرطب، والزبيب مجفف العنب، والأقط مجفف اللبن، هذا في الغالب يكون عند البادية. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عددها من أجل التيسير على الناس، لأن كلا يخرج مما عنده، اللي عنده طعام يخرج طعام، اللي عنده شعير يخرج شعير، اللي عنده تمر يخرج تمر، اللي عنده زبيب يخرج، اللي عنده أقط مثل البادية يخرج الأقط. فهذا من باب التوسعة على الناس، ويخرج غيرها مما يقتات في البلد، ليس الإخراج خاص بهذه الأصناف. وفيه رد على الذين يقولون بإخراج القيمة في صدقة الفطر، الرسول أمر صلى الله عليه وسلم بإخراجها من الطعام، بإخراجها من الطعام، ولم يأمر بإخراجها من النقود، وقدرها بالصاع، قدرها بالصاع، هذا مما يؤكد أنها لا بد أن تكون مما يكال من الطعام وغيره من الأقوات، ولا تكون من النقود. وأيضا صدقة الفطر صدقة ظاهرة، وأما إخراج الدراهم فهو صدقة خفية، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإظهارها بالكيل والوزن والأخذ والعطاء، صدقة ظاهرة، فلو أنها أخرجت دراهم ما صارت ظاهرة، صارت خفية، فهي مظهر وشعيرة يجب إظهارها ولا يجوز إخفاؤها نقودا. وأيضا الفقير لا يجد يوم العيد محلات يشري منها، حتى لو أعطيته نقود ما يجد محلات يشري منها، فتعطيه طعاما يستفيد منه، يعني تعطيه الطعام يستفيد منه ولا يحتاج إلى شراء وذهاب إلى المحلات. فالذين يقولون أنها تخرج القيمة هؤلاء
قولهم مرجوح، قولهم لا شك أنه مرجوح، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ولكن قوله مرجوح. أنه إذا كنا رددنا قول معاوية وهو صحابي في مقابلة النص، فكيف لا نرد قول أبي حنيفة رحمه الله وهو في مقابلة نص؟ القاعدة أنه لا اجتهاد مع النص أبدا. نعم. أحسن الله إليك. كتاب الصيام يكفي، نقف عند هذا. نعم نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض بشرى لهم؟ ما في شك أن هذا بشرى لهم وتسلية لهم، لأنهم سيلقون الرسول صلى الله عليه وسلم على الحوض. ما قال لعلكم تلقوني على الحوض، بل قال حتى تلقوني على الحوض، أخبر خبرا جازما أنهم سيلقونه على الحوض رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز قول منة الله ولا منة خلقه؟ هل العبارة هذه فيها شيء؟ الأنصار قالوا الله ورسوله أمن، المخلوق له منة، ولكن الله ورسوله أمن من المخلوق. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: في قوله عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، ما معنى غلول؟ يعني المذكور في قوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أنها من الغلول من الصدقة أو من الغنيمة، وأنه يأتي بها يوم القيامة يحملها، يحملها فضيحة له. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: جاء الفي في الحديث بمعنى الغنيمة، وكثير من أهل العلم يفرق بين الفي والغنيمة، فكيف توجهون ذلك؟ يا أخي، الفي له موارد، منها الأراضي والمزارع التي يغنمها المسلمون ويأخذون عليها الخراج، وكذلك من موارد الفي الغنيمة، موارد الفي الغنيمة، فهي غنيمة وهي فيء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف يسلم طالب العلم من العجب في العلم؟ إذا سلمه الله، يسلم إذا سلمه الله وأخلص النية لله عز وجل وتواضع لله، يسلم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم التصدق بالفطر عن الحمل؟ سنة، إخراج صدقة الفطر عن الحمل سنة، ليست واجبة، تجب عن المولود، أما الحمل فيستحب، لأن عثمان رضي الله عنه أمر بإخراج الصدقة عن الجنين، هذا من باب الاستحباب. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الفقير لا يحتاج إلى طعام لكثرته عنده، ولكن يريد مالا، ما هو فقير، اللي عنده طعام من كثير هذا ما هو فقير، أعطاه واحد ما عنده طعام. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ساهمت في شركة عقارية، وهذه الشركة لا تعطينا الأرباح إلا بعد سنة ونصف تقريبا، فكيف أدفع الزكاة إذا حال الحول؟ إذا جاءتك الأرباح تخرج زكاتها، تخرج ربع العشر إذا قبضتها. نعم. لأنك قبل قبضها ما تدري عن هل هناك أرباح أو ما هناك، وهل هي قليلة أو كثيرة، ولا تتمكن منها إلا بالقبض. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ذكرتم أحسن الله إليكم في أقسام إخراج صدقة الفطر في الوقت، وقت القضاء بعد العيد أو بعد الصلاة، وأنا بعد العيد، القضاء بعد العيد، أما إخراجها في بقية اليوم فهو أداء وليس قضاء، لكنه يأثم على تأخيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني يقل ثوابها عن صدقة الفطر، فهي أداء لكن يكون ثوابها قليل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما نصاب الزكاة بالريالات؟ نعم. يقول: ما نصاب الزكاة بالريالات؟ النصاب من الفضة 100 درهم إسلامي، وهي 140 مثقالا،
ومقدارها بالريال الفضة السعودي 56 ريال، 56 ريال فضة سعودي، أو ما يعادلها يعادل 56 من النقد الورقي، ما يعادل قيمتها، ما يعادل قيمة 56 ريال من الفضة، لأن صرف الفضة يختلف زيادة ونقصا وارتفاعا وانخفاضا. فليسأل، مع أن أكثر المزكين عندهم أكثر من النصاب، عندهم بالآلاف والمليارات والملايين، ما عندهم، ما هم بس ما عندهم إلا نصاب، يعني ما عنده إلا ما يعادل 56 ريال، قليل هذا. نعم، هو يزكي، يخرج ربع العشر، ألا يحتاج أنه يعرف النصاب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو ضابط الفقر الذي لا يخرج معه زكاة الفطر؟ اللي ما يجد فاضلا عن قوت يومه، ما يجد فاضلا عن قوته وقوت من يمونه في يوم العيد وليلته، هذا هو اللي ما تجب عليه. أما من وجد فاضلا يخرج. نعم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم للمسلمين في تحري الفقراء، أي إعطاء زكاة الفطر؟ كل يعرف جيرانه ومن حوله، يعطي من حوله من الفقراء، وإذا كان ما يعرف يسأل اللي حوله يعرفون الفقراء. نعم. إذا اجتهد الإنسان واهتم عرف الفقراء، أما إذا كان إنه ما هم زينين شيء ولا هو سائل ولا شيء، هذا ما، نعم، هذا ما هم مهتمين بدينه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لدينا في بلادنا غنم تبلغ النصاب ولكنها تعلف أكثر السنة، تعلف، أحسن الله إليك، فيه ولكنها تعلف أكثر السنة، فهل فيها زكاة؟ إن كان تريدونها للدر والنسل فليس فيها زكاة، إذا كانت تعلف أكثر السنة. أما إن كانت تراد للبيع والشراء فهي عروض تجارة، تجب الزكاة في قيمتها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: صدر فتوى من أحد المشايخ في برنامج سؤال على الهاتف بأن زكاة الفطر على رأيه تخرج بالقيمة لعدم انتفاع الناس بقوتهم. هذا على رأيه هو، هذا على رأيه هو، ما يعرف الناس، إذا صار هو شبعان يحسب الناس كلهم مثله، لا، فيه ناس محتاجين ويفرحون بالطعام في يوم العيد، كثير من البيوت يفرحون بالطعام. نعم. أما قولك إن كل الناس أغنياء وكلهم ما يبون الطعام، هذا حكم على الناس بالجزاف. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: في هذه الأيام شاب يدعي النصرانية، فما الحكم في ذلك؟ كيف؟ يقول: شاب يدعي النصرانية. إذا ادعى النصرانية صار نصراني، يعامل معاملة الكفار، معاملة النصارى. إن كان مسلماً وادعى النصرانية هذا مرتد، يجب أنه يتوب ولا يقتل. أما إن كان النصراني من الأصل فهذا يعتبر على ما هو عليه، يعامل معاملة النصارى. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ظهر هذه الأيام أغاني في الجوال، أغاني صريحة دون موسيقى في المساجد، فما الحكم؟ هذه مصيبة، الجوال هذا جلب شرا على الناس، هذا لا يجوز استصحاب الأغاني لا في الجوال ولا في غيره، عليه أن يغير هذا الذي في الجوال، يجعل فيه منبه غير الأغاني وغير الموسيقى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز نقل الوقف الخاص بمسجد إذا لم يكن به حاجة إلى مصلى آخر وليس بمسجد؟ وليس بمسجد. لا، الوقف يعمل بشرط الواقف، يجب العمل بشرط الواقف، وإذا احتاج إلى أنه ينظر فيه بحسب التغيرات والظروف يرجع إلى المحكمة، لا يتصرف في تغييره أو نقله إلا بإذن المحكمة، بإذن القاضي. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: والدي رحمه الله أوقف بيتاً على ورثته والبيت مؤجر، فكيف يقسم الريع؟
هل بالتساوي أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه قال على الورثة، علقه بالإرث، والإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل من ليبيا: من الذي يتكلم في الجرح والتعديل؟ الله المستعان. الجرح والتعديل لأئمة الحديث، الإمام أحمد والبخاري ومسلم وابن معين. أما الغوغاء وهؤلاء المتعالمون لا يجوز لهم يتكلمون في الجرح والتعديل، يقولون على الله ما لا يعلمون ويتكلمون في الناس ويغتابونهم وهم ما يعرفون شيء، لا يجوز لهم هذا. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل من فرنسا يقول: ما حكم المنازل التي تبنى على المقابر؟ هل يجوز الصلاة فيها؟ وما حكم إزالة القبور ونقلهم إلى مكان آخر وبناء أي شيء في هذا المكان؟ المقابر إن كانت قديمة لا يجوز بناء عليها، لا مساكن ولا غيرها، لأنها ملكة المكان الذي هي فيه، فلا يجوز بناء مساكن عليها، وأشد من ذلك بناء مساجد عليها، لا يجوز هذا أبدا، تبقى بحالها وتصور. أما إذا كان البناء أقدم والقبور حادثة مدفونة فإنها تنبش القبور وتخرج للمقبرة، تخرج للمقبرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قام مجموعة من الناس بالسفر في أول أيام شهر رمضان الفائت مسافة 800 كيلومتر. قام مجموعة من الناس، نعم، بالسفر في أول أيام شهر رمضان، نعم، الفائت مسافة 800 كيلومتر لأجل الصيد فقط، وقاموا بالإفطار مدة 12 يوما في شهر رمضان، فماذا عليهم غير القضاء؟ ليس عليهم غير القضاء، لأنهم مسافرون، والمسافر يجوز له القصر إذا كان سفره مباحا، والسفر للصيد مباح، يجوز لهم ذلك. لكن الأولى بالمسلم أن لا يسافر في رمضان إلا لحاجة ملحة. أما الصيد فيؤخره إلى ما بعد رمضان، ويبقى للصيام وتلاوة القرآن والاعتكاف في المسجد وذكر الله فرصة، ثم يمكن ما يعود عليه رمضان مرة ثانية، فعليه يغتنم الفرصة، إذا احتاج إلى السفر يسافر، أما ما عنده حاجة إلا بيروح يتنزه ولا بيروح يتصيد، هذا ضيع خيرا كثيرا. وإن كان سفره جائزا وفطره جائز، لكنه ضيع خيرا كثيرا. نعم. أحسن الله إليك. وإذا كان قصده من السفر الفرار من الصيام هذا حرام عليه، إذا كان قصده من السفر الفرار من الصوم يسافر علشان يفطر، هذا حرام عليه، هذه حيلة على محارم الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول عن هؤلاء المفجرين الذين فعلوا هذه الأعمال المشينة: دعوهم وهم إلى ما أفضوا إليه، لا نقول عنهم مفسدون ولا مخربون ولا خوارج، وقد أفضوا وقد مضوا بأعمالهم، ولا نقول لهم إنهم منتحرون؟ أرجو الجواب حيث هذا الأمر التبس على كثير من الناس. هذا الأمر ليس موكولاً إلى هذا الشخص أو غيره من السذج والعوام، هذا يوكل إلى أهل العلم، وأهل العلم بيّنوا حكم هؤلاء، وبيّنوا أن هذا العمل أنه من عمل الخوارج، بل أشد من عمل الخوارج، وأنهم مفسدون في الأرض وظلمة وقتلة، العلماء بيّنوا هذا. أما قول واحد ساذج أو جاهل أو صاحب هوى يتعاطف معهم، اللي يتعاطف معهم حكمهم والعياذ بالله، يتحمل من الإثم مثلهم لأنه رضي بفعلهم، الأمر خطير جدا. وأنا قلت لكم أمسكوا عن الكلام في هذا، خلوه لأهل العلم والبصيرة الذين يعرفون الأحكام الشرعية. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إنني واحد من رجال الأمن، في الأيام التي مضت قمنا بمداهمة
لأحد المباني وتم إطلاق الرصاص بين رجال الأمن والإرهابيين فأطلقت الرصاص على أحدهم فقتلته. سؤالي: يقول رئيسنا في العمل إنه ليس لي توبة، ويستدل بقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية. كيف يكون رئيسك في العمل وهو يرى هالرأي ويفتي هذه الفتوى؟ ما هو من شؤونه هذا، ما هو من شؤونه أنه يفتي، هذا من شؤون أهل العلم. وهذا من يعني إطلاق الرصاص على هؤلاء لأنهم هم يطلقون الرصاص، هذا من دفع شرهم وكيدهم عن المسلمين. أما لو أنهم استسلموا وانقادوا لحكم الله عز وجل فلا يجوز قتلهم إلا بحكم شرعي، أما إذا لم يستسلموا وقاوموا فلا بد من مقاومتهم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا أجمع كل شهر 800 ريال من أجل أن أدفع القسط السنوي للبنك العقاري في كل شهر محرم وهو 9600، وأول ما يأتي شهر محرم أدفعه، هل حال عليه الحول وهل عليه زكاة وكم هي؟ نعم، الحول 12 شهر معروف، إذا مضى على ملكك لهذه النقود، إذا مضى على ملكك لهذه النقود 12 شهر وجبت فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، سواء كنت تجمعها لزواج أو لقضاء دين أو لشراء بيت أو غير ذلك، أو تجمعها للتجارة. المهم إذا حال الحول على مبلغ من الدراهم يبلغ النصاب فأكثر وجبت فيه الزكاة دون نظر إلى قصدك في هذا المال. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: توفي والدي منذ 20 سنة وترك لنا ورثا نقدا بالعملة العراقية ولم نزكها لمدة 6 سنوات تقريبا، ثم بعد ذلك ألغيت قيمة العملة العراقية لمدة 14 سنة، ثم قبل 5 أشهر تقريبا عادت العملة للرجوع إلى الأسواق فصرفناها إلى الريالات السعودية، فكيف نزكيها الآن؟ تزكيها عن الفترة التي لم تلغى فيها، الفترة التي لم تلغى فيها تزكيها، وبعد ما ألغيت فترة الإلغاء ليس فيها زكاة، فإذا عادت إلى الاعتبار يبدأ اعتبارها. تزكيها عن السنوات التي مرت عليها بعد عودة اعتبارها. الحاصل أنه ما دامت معتبرة فهي تزكى سواء في الفترة السابقة أو في الفترة الجديدة، أما وقت إلغائها فليس فيها زكاة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة والاستعمال فقط وليس للتجارة؟ لا، الحلي المباح هل يقصد به التزين؟ ليس فيه زكاة عند جمهور أهل العلم. نعم. فمن أراد أن يزكيه من باب الاحتياط لا شيء فلا بأس بذلك، أما الوجوب لا، ما يجب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هي كيفية إخراج زكاة الراتب حيث يكون أولهما قد مضى عليه الحول والبعض الآخر لم يمضي عليه الحول؟ هذا ذكر العلماء له حلاً مريحاً، وهو أن تجعل شهراً من السنة شهراً لزكاتك، تخرج زكاة ما تجمع لديك في هذا الشهر مما تم حوله وما لم يتم حوله إلى مثله من السنة القادمة، وبهذا تبرأ ذمتك إن شاء الله. نعم. يقول السائل، فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم زكاة الأراضي المعدة للبيع والشراء؟ في قيمتها، هذه عروض التجارة، الأراضي والبيوت والسيارات وجميع ما يعد للبيع والشراء هذا يسمى عروض التجارة. الزكاة في القيمة، في قيمته، يثمن عند تمام السنة على رأس المال ويزكى حسب القيمة المقدرة ربع العشر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل أيضا: ما حكم زكاة الأراضي المعدة للبيع والشراء؟ سبق الكلام على هذا، قلنا أنها عروض تجارة تثمن عند تمام الحول عليها
بما تساوي تخرج زكاتها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز إسقاط الدين عن المدين ويكون ذلك من الزكاة؟ لا، لا، ما يجوز إسقاط الدين عن الزكاة، لأن الله يقول: وآتوا الزكاة. وإسقاط الدين ليس إيتاء، وإنما هو إبراء، إبراء فقط. وقد يكون صاحب هذا الدين آيسا منه ويبي يجدعه علشان انه يكون محل الزكاة، لما أيس منها وخاف انه ما يجي يجعله بدل الزكاة، ما يجوز هذا. يخرج الزكاة من عنده، والدين اذا جاءه يزكيه، الا ان كان على غني وباذل فيزكيه ولو ما قبضه. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل: ما حكم دفع الزكاة للمراكز والجمعيات الدعوية؟ لا يا أخي، الزكاة للفقراء والمساكين والمصارف الثمانية، ما تدفع للمراكز والمؤسسات الدعوية، هذه تمول من الصدقات والتبرعات. أما الزكاة فهي للمصارف التي خصها الله بها وهي ثمانية. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل قد توفي وقد جعل جزءا من راتبه يستقطع شهريا، يستقطع للجمعيات الخيرية والدعوة إلى الله، فهل يستمر هذا الاستقطاع بعد موته، علما أن الورثة موافقون على هذا الاستقطاع؟ إذا وافق الورثة يستمر، إذا لم يوافق الورثة فلا، ينفذ الله في الثلث فأقل، لأن هذه وصية تنفذ من الثلث فأقل. أما إذا أجاز الورثة هذا فلا بأس. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ألا تكفي صدقة فطر الحر عن المملوك لأن المال لسيده؟ إيش؟ يقول: ألا تكفي صدقة فطر الحر عن المملوك لأن المال لسيده؟ ما هو بزكاة مال يا أخي، هذه زكاة بدن، زكاة بدن، ما هي بزكاة مال. والزكاة تجب على المنفق، من تجب عليه نفقة الشخص تجب عليه فطرته، والسيد يجب عليه الإنفاق عن العبد فيخرج زكاة، مثل ما إنه يخرج عن زوجته وعن أولاده وعن من يمونهم ينفق عليهم. فالزكاة صدقة الفطر تتبع النفقة، تتبع النفقة، فالذي ينفق هو الذي يخرج صدقة الفطر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجزئ الوضوء عن الغسل لمن احتلم وهو نائم، وما حكم من احتلم؟ يقول: هل يجزئ الوضوء عن الغسل لمن احتلم وهو نائم، وما حكم من احتلم ثم استنجى وصلى يومه ذلك بعد أن نظف ملابسه؟ وإذا كان فعلي خطأ فكيف أعيد الصلوات التي صليتها؟ فعلك خطأ 100%، لا شك. الوضوء لا يجزي عن الاغتسال، الوضوء لا يجزي عن الاغتسال، وكونك صليت من غير اغتسال صليت بغير طهارة، يجب عليك الاغتسال وإعادة أو قضاء الصلوات التي فعلتها وأنت على غير طهارة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تعليم الصلاة والوضوء عن طريق الصور وكذلك الإلصاق؟ هل تعليم الصلاة والوضوء عن طريق الصور وكذلك إلصاقها في المساجد وعلى بعض الكتب من هدي السلف مع العلم؟ لا، ما هم من هدي السلف، هذا من هدي العابثين أو من هذه السلف، ما تستعمل الصور حتى ولو كان يقولون ما لها رؤوس أو ما لها وجوه، هذا من العبث. والمسلمون يعرفون كيف يتوضؤون ولله الحمد، ويعرفون كيف يصلون، ما وصلوا في الغباوة إلى هالحد، هذا من العبث. تعليقها في المساجد لا يجوز، وأنا أرى أن المساجد لا يعلق فيها شيء، مساجد ما هي محلات إعلانات أو محلات تعليقات أوراق، أو مساجد يجب أن لا يعلق فيها شيء أبداً. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: لقد سمعنا من بعض المشايخ أن الغش في الامتحانات يجوز إلا في الصف الثالث ثانوي لأنه يحدد المستقبل، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هؤلاء ليسوا مشايخ. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. هؤلاء جهال وليسوا مشايخ، اللي يجيزون الغش، والغش من طالب العلم أشد من الغش من غيره، والذي يدرس هذا طالب علم، يجوز له الغش لا في طلب العلم ولا في غيره، يجب عليه الصدق والأمانة، لا يكون غشاش. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ذكرتم في درس سابق أن قنوت النوازل لا بد فيه من فتوى من ولي الأمر ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية، فهل ما يحصل الآن في قنوت كثير من الأئمة لصالح العراق وهو اجتهاد منهم بدون إذن من الوزارة، هل يأثم هذا الإمام وهل ينكر عليه؟ الفتوى ليست من وزارة الشؤون الإسلامية، الفتوى من دار الإفتاء، من اللجنة الدائمة، والوزارة إنما هي مبلغة فقط، مبلغة للفتوى. وهؤلاء الذين اجتهدوا وقنتوا نقول إنهم أخطأوا في هذا، لكن لعلهم يعذرون في اجتهادهم وغيرتهم على المسلمين، يعذرون في هذا إن شاء الله. ولكن الأولى بهم ألا يستعجلوا في هذا الأمر، لأن هذا فيه نوع من الافتيات على ولاة الأمور، فيه نوع من عدم الانضباط، والمسلمون يجب أن يكونوا منضبطين مع العلماء ومع ولاة الأمور. واللي يبي يدعو لإخوانه المسلمين الباب مفتوح يا أخي، يدعو لهم في صلاته، في جلوسه، في مشيه، في جميع أحواله يدعو للمسلمين، ما هو خاص بالقنوت، لم يختص الدعاء بالقنوت، إنما القنوت نوع من الدعاء وهو راجع إلى أهل الحل والعقد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل قبول المعلم من تلميذه شريطاً للتوزيع الخير يعتبر من باب قبول الهدية؟ نعم، المعلم لا يقبل من تلميذه شيئاً، لا قلماً ولا شريطاً ولا أي شيء، لأن هذا يعتبر من الرشوة ولو كان يسيراً، لأن المعلم مسؤول عن الطالب ويحكم عليه وفي تصحيح أوراقه، فإذا أهدى إليه الطالب فقد يميل معه، يصير محل تهمة. إذا بغى شريط يشتري يا أخي من التسجيلات، وش يبي بهدية الطالب؟ الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.